دولة بتحاول إنها تحارب موجة الغلاء، وفي جهود كبيرة بتتعمل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وبكميات كافية وجودة كبيرة من قبل وزارة الزراعة. فيعني بتزيد وزارة الزراعة من أعداد المنافذ لتغطية القرى والمناطق النائية، وبيحصل بشكل يومي ضخ للمنتجات. هنتكلم في هذه التفاصيل مع ضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستوديو، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. عايز أعرف من حضرتك تفاصيل خطة وزارة الزراعة لمواجهة موجة الغلاء على الأسعار اللي بتواجهها الناس. لو تسمحي لي قبل ما أبدأ الإجابة على هذا التساؤل، إن أنا في نهاية عام 2022 بندعو المولى عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يزيد من رخاء وأمن هذه البلد، وتعم الاستقرار ويعم الطمأنينة على كل أبناء الشعب المصري، كما أن احنا بنهني إخواتنا الأقباط بأعياد الميلاد المجيد. بالنسبة لوزارة الزراعة ودورها في توفير السلع والخدمات، احنا منذ أن تولى معالي الوزير السيد القصير وزارة الزراعة، وهو وضع أمام عينه موضوع المنافذ والاهتمام بالمنافذ وطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية للمواطنين. حقيقة جاءت المبادرة الكبرى اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعنية بمحاربة الغلاء منذ حوالي سنتين، جاءت مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا اللي تمناها معالي الوزير، تجسيدا للمبادرة الأكبر اللي أطلقها فخامة الرئيس المعنية بمحاربة الغلاء. مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا وهي المعنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع وزارة الزراعة الموجودة في كل محافظات الجمهورية للمواطنين بشكل مباشر. هذه المبادرة تعني بالآتي: تعني بتوفير الجودة للسلع والمنتجات الغذائية، تعني توفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلتها بنحو 20%. وليه؟ لأن منتجات وزارة الزراعة لها ميزة تنافسية. هذه الميزة تتميز بأنها تأتي من مزرعة المزارع مباشرة إلى المواطن بدون وجود حلقات تسويقية، بدون وجود وسطاء، بدون وجود تجار. وبالتالي فهامش الربح اللي بيحصل عليه الوزارة جراء البيع والعرض للمواطنين بيكون قليل جدا جدا عن مثيله في الأسواق الأخرى. احنا بنتحرك من خلال هذه المبادرة من خلال محورين. المحور الأول هي مجموعة المنافذ الثابتة، وهي عددها 243 منفذ على مستوى الجمهورية منتشرين في كافة محافظات الجمهورية، متواجدين في مقرات مديريات الزراعة بالمحافظات، مقرات مديريات الطب البيطري بالمحافظات، متواجدين في مقرات الإصلاح الزراعي بالمحافظات. الناس تقدر مباشرة تروح تشتري من هذه المنافذ، تشتري بشكل مباشر.